أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین السلام علیکم. انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم سورہ اخلاص اچھی طرح یاد کریں گے. تو آج کے اپنا سبق کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. قل هو الله احد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. ایک مرتبہ پھر سے اس کو دہراتے ہیں. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد.